معنا في الاستديو لمناقشة هذا الموضوع فهد شكيران، الكاتب والباحث في صحيفة الشرق الأوسط. حياك الله معنا. أهلا وسهلا أستاذ خالد. التحركات الدبلوماسية يعني كانت كثيفة خلال الفترة الماضية. نعم، هي مهمة لكنها متأخرة كما يرى البعض، والسؤال هنا إلى أي مدى السعودية قادرة اليوم بالدخول إلى هذه المنطقة وإبعاد النفوذ الإيراني عنها؟ بالتأكيد السعودية تمر بحالة من تحويل الشراكات الاستراتيجية مع دول المنطقة ودول العالم، وذلك بعد أن أثبت الخطر الإيراني وجوده على أمن السعودية القومي، وبعد عاصفة الحزم أصبح لزاما أن يكون هناك توجه لرسم شراكات استراتيجية مع دول أقل اضطرابا وأكثر أمنا، وهذا ما تمثله معظم دول القرن الأفريقي. وبالتالي هذه الزيارات التي نضجت خلال الثلاث أو الأربع أشهر الماضية كانت زيارات أساسية لتحقيق حضور سعودي مبني على شراكة استراتيجية ومبني على تعاون وثيق ومبني على إغراءات استثمارية أيضا على مستوى النفط أو على مستوى التعاون الأمني أو على مستوى الصناعة أو على مستوى الزراعة وسواها، لأن هذه الدول وإن كان بعضها يضطرب أحيانا لكنها في مجملها هي دول مستقرة، وتستطيع السعودية أن ترسم معها شراكات استراتيجية. إيران منذ ثلاث سنوات تقريبا وهي تتنافس أيضا ليس مع السعودية فقط، وإنما أيضا تتنافس مع إسرائيل أيضا في بعض مناطق إثيوبيا، وبخاصة أن اليهود يتواجدون هناك، وتحاول أن تضغط من خلال ذريعة حماية المهاجرين اليهود إلى الأراضي الفلسطينية، أو من خلال ما تدعي إيران أيضا أنها تنفذ في القرن الأفريقي لحماية الملاحة ولحماية التجارة والسفن من القراصنة. وكل تلك الذرائع ليست مقنعة، لأن السعودية تختلف أن شراكاتها الاستراتيجية هي شراكات بنيت على مفهوم الدولة وضمن القانون الدولي، وليست شراكة استراتيجية تجاه طائفة أو مذهب أو فصيل، بل هي شراكات بنيت من خلال هرم تلك الدولة. ولعل السعودية بهذا الاتجاه تتجاوز أيضا الاستقرار في رسم الشراكات مع الدول التي أو مع الاستراتيجيات الكلاسيكية في المنطقة، من دول قد لا تكون آمنة وقد تكون مكلفة ماديا أن ترسم شراكة معها، أو قد تضطر إلى أن تكون إلى العطاء الكثيف مقابل مردود قليل. ما تحققه الشراكة في القرن الأفريقي أن مردودها أساسي، وبخاصة في أزمة اليمن الملحة حاليا، وضبط تهريب السلاح والحفاظ على النفوذ السعودي في هذا الإقليم. وفق ما ذكرت فهد، يعني اليوم فيما تختلف محددات السياسة الخارجية في منطقة القرن الأفريقي بالمقارنة مع محددات هذه السياسة التي كانت ربما تعتمد خلال فترات ماضية على العطاء؟ نعم، وخسرت بسبب هذا السبب كذلك نفوذها في بعض الدول، في بعض، لكن حتى لا يتكرر. هناك إجراء لتجديد المجال الحيوي في الشراكات الاستراتيجية. المجال الحيوي مثلا لا يقتصر فقط على القرن الأفريقي، وإنما نرى زيارة وزير الخارجية إلى دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وسواها. كل هذه مجالات وفيها خزانات بشرية وموارد بشرية ضخمة ويمكن الإفادة منها للسعوديين. السعودية دولة أصلا بذاتها هي تغري الدول الأخرى بأن يكون هناك شراكات أو تحالفات معها، بدليل هذه الحفاوة الكبرى التي استقبل بها الرئيس الأثيوبي أو غيره من رؤساء، أو الصومالي أو الأريتري أو سواهم من الرؤساء دول القرن الأفريقي برسالة فحواها أن أقبلوا، فإن السعودية دولة لديها إمكانات تستطيع أن تستثمر معكم على المستويات الاستراتيجية والمستويات السياسية والأمنية بما يحقق أمن هذه الدول. وليست هناك هيمنة بل هناك شراكة، وهذا هو المفهوم العصري لتحقيق الاستراتيجيات في العالم، الشراكة بدلا من الهيمنة. إيران تهيمن لكن وتحاول أن تهيمن على الدول التي تنفذ فيها، لكن السعودية لديها شراكات استراتيجية ندية مضبوطة باتفاقيات دولية
الدولية وضمن القوانين المتفق عليها في العالم. اليوم كيف سيكون شكل التنافس القادم بين هذه الدول؟ يعني هذه المنطقة معروف أنه في تكالب وصراع حتى على مستوى الدول العظمى، نتحدث عن الصين، عن الولايات المتحدة، نعم، كما ذكرت إسرائيل، نعم، وإيران. إيران حسب تقارير لها جزر أيضا ولها قواعد، نعم، عسكرية في هذه، لها جزر في أريتريا وسواها. هل نتوقع أن يكون للسعودية حضور أمني في هذه المنطقة؟ قد يكون هناك تعاون أمني، لأن السعودية أصلا ليست جزءا من تلك الدول حتى يكون لها حضور أمني. حضور الأمني يحضر ربما مصالح الاستراتيجية، نعم، لكن لو كان هناك اتفاقيات أمنية متبادلة، نعم، بين هاتين الدولتين، يكون هناك حضور أمني ضمن اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين. ولكن الأهم من ذلك هو التعاون الأمني بما تخوضه السعودية من حروب ضد الإرهاب شمالا وجنوبا، وضد تنظيم داعش، وضد الحوثيين، وضد المتمردين، ومحاولة لإعادة الشرعية في اليمن. كل هذا يحتم على السعودية وعلى الدول التي تشترك معها في اتفاقيات أن يكون هناك تعامل أمني مضاعف لضبط تهريب الأسلحة، ولمراقبة الموانئ، ولتكثيف الرقابة على البحار التي وعلى مضيق باب المندب أيضا، ووضع ضبط أمني ودولي وإقليمي لكل أشكال التهريب أو أشكال محاولة تخريب الحدود السعودية أو المنافذ السعودية أو التقليل من القيمة الاعتبارية لأمن السعودية القومي الذي اتضح جليا في عاصفة الحزم وما تلاه من إعادة الأمل. والوقفة الأفريقية أو وقفة السودان ودول القرن الأفريقي مع السعودية هي وقفة تبين نجاح ونجاعة الدبلوماسية السعودية طبعا بريادة الملك حفظه الله، وأيضا تبين أن السعودية دولة مرغوبة ودولة صديقة لدول العالم، وليست دولة ذات حساسية أو ذات انطباع مخيف بالنسبة لتلك الدول. بل السعودية تمتلك رأس المال الرمزي، ما يسمى بعلم الاجتماع رأس المال الرمزي، الذي يجذب تلك المجتمعات والشعوب. رأس المال الرمزي ممثلا بالحرمين الشريفين، ممثلا بمهد الرسالات، مهد اللغة العربية، مهد القرآن الكريم، كلها هذه إغراءات. طبعا هذا فضلا عن الإغراءات النفطية وغيرها. في كل الأحوال نحن، نعم، أمام توجه ربما يتجاوز السياسة التقليدية الكلاسيكية للسياسة السعودية الخارجية، بالضبط، وهو تجاوز أو تحول للمحتوى والفحوى. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا أستاذ خالد، الكاتب والباحث في جريدة الشرق. شكرا جزيلا أستاذ خالد.